دي فيها ايه؟ فيها خاتم. لا، العلبة دي فيها فيل. فيها فيل. صلاة النبي احسن. أصدقاء الأعزاء، أهلا بكم في دردشة فنية. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك وتدوس اشتراك وتفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. احنا النهاردة هنتكلم عن الفنان الكبير توفيق الدقن، واحد من أساطير السينما المصرية، فنان لن يتكرر برغم انه لن يحصل على البطولة المطلقة، ولكن حفر اسمه في تاريخ السينما المصرية. وطبعا كلنا فاكرين الأفيهات بتاعته، أحلى من الشرف مفيش، آه يا آه، والعلبة دي فيها فيل، وقالوا يا همبكة، ويعين على الصبر، وعلى ودنه، كلها دي أفيهات عمرنا ما هننساها. النهاردة هنعرف قصة حياة هذا الفنان الكبير، وهنعرف ازاي انه كان لعيب كورة مميز في نادي المنيا، وكان هيلعب في نادي الزمالك، وايه السبب ان هو ترك الكورة واتجه للتمثيل، وهنتعرف عن تفاصيل حياته الشخصية. خليكم معايا لاخر الفيديو. اسمه بالكامل توفيق امين محمد احمد الشيخ الدقن، من مواليد بركة السبع محافظة المنوفية، يوم 3 مايو 1923، وكان ابوه عالم ازهري، وبعدين انتقل والده في نيابات المنيا، فاخد اسرته من المنوفية للعيش في محافظة المنيا علشان وظيفته. وعاش توفيق الدقن مع اسرته في المنيا. في مرحلة طفولته دخل الكتاب وحفظ القرآن من صغره بالتجويد، وأطلق عليه الشيخ العجوز رغم أنه كان طفل. ودخل توفيق المدرسة وكان مستواه قوي جدا في إتقان اللغة العربية. وعلى فكرة توفيق الدقن كان بيقول على نفسه أنه بدل فائد، لأن كان له أخ اتولد قبل منه ب3 سنين وتوفى، وفضل هو بشهادة ميلاد أخوه، يعني كبر 3 سنين في الشهادة، حتى لما طلع معاش من المسرح القومي طلع على أساس أن عمره 60 سنة، وهو كان عمره 57 سنة، ودي كانت بتحصل كتير في بعض الكرة والأرياف. المهم كبر توفيق الدقن وهو في المدرسة كان بيلعب كورة، وكان جناح أيسر في نادي المنيا، وكان معروف في خط الصعيد كله، وكان هيروح نادي الزمالك وكلموه بالفعل، والزمالك وقتها كان اسمه نادي الملك، فكل اللي بياخدوه فريق نادي الزمالك كان لازم يدخلوه الكلية الحربية 6 شهور ويحلقوا له شعره زيرو. فهرب توفيق الدقن علشان ما يقصوش شعره. وتوفيق وهو تحت ال20 كان عايق، وكان وسيم ومهتم جدا بشعره. ودخول التمثيل بقى جات ازاي؟ كان فيه جمعية اسمها جمعية الشبان المسلمين في المنيا، كان هو في الجمعية دي، وكانت الجمعية دي بتقيم حفل سنوي، وكانوا بيجيبوا ناس من نجوم الفن، منهم روحية خالد، وكان فيه بطل في الفرقة اسمه عبد العزيز خليل. ده تعب ومجاش، فبقوا في حيرة، لأن لازم يطلع العرض بالليل، طب نجيب مين مكانه يعمل الدور؟ كان توفيق الدقن بيلعب ماتش كورة مع نادي المنيا، وراجع علشان ياخد دش، فشافته روحية خالد وقالت هاتوا الولد ده مكانه ينفع يأدي الدور. وتوفيق الدقن أدى العرض كويس جدا مع الفرقة، ومن هنا اكتشف نفسه وحب مهنة التمثيل جدا رغم عشقه للكورة. ونزل مصر والتحق بمعهد التمثيل، وكان في المعهد أسماء تخض زي زكو طليمات ونجيب الرحاني وغيرهم من الكبار. فسألوه اسمك ايه؟ قال اسم توفيق الدقن. فنجيب الرحاني قال الدقن؟ ايه الدقن دي؟ راح رد عليه بقى عمنا توفيق وقال وايه الرحاني دي؟ فراحوا سقطوه على طول. فالفنان زكو طليمات فهمه وقال له بعد كده يا عم توفيق تخلي بالك وتخلي اسلوبك كويس. ودخل بعد كده توفيق معهد التمثيل، وكان بيدرس وبيشتغل في السكة الحديد، واشتغل الاول مع ابوه في النيابات في المنيا. لما راح القاهرة علشان يدرس في المعهد شاف شغلانة في السكة الحديد في القاهرة، وكان مين شغال معاه في السكة الحديد؟ الفنان سعد أردش، وكان بيشتغل الصبح في السكة الحديد ويروح المعهد بالليل. وهو طالب في المعهد اشتغل في فيلم أموال اليتامى مع الفنان الكبير محمود المليجي، ولما كان بيبص في عين محمود المليجي أثناء تصوير المشهد خاف جدا واتخض ونسي الكلام اللي هيقوله في الشوت. راح محمود المليجي وقف التصوير وقال استوب معلش أنا عايز أشرب فنجان قهوة. وطبعا محمود المليجي في الوقت ده محدش كان يقدر يقول له انت عملت كده ليه، وكان توفيق الدقن وقتها لسه مغمور ما كانش حد يعرفه. فمحمود المليجي عزم عليه بفنجان قهوة وراح
مديله سجارة علشان يكسر حاجز الرهبة اللي بينه وبين المليجي، وقال له لازم تحس بالكلام اللي انت هتقوله، ما تخافش، يمكن الكلام اللي انت حاسه احسن من اللي مكتوب. بعد كده راح وصور الشط. بعد ما خلص الشط راح محمود المليجي سلم على توفيق الدقن وحضنه، ومن ساعتها بقى المليجي بالنسبة لتوفيق الدقن الاستاذ والاخ والصديق، وشارك في ظهور الاسلام والسبع فندي وانا وحبيبي والستات ما يعرفوش يكذبوا وضرب المهابيل، وكلها كانت ادوار صغيرة. اما فيلم صراع في المينا اخذ دور رئيسي وعمل الدور بكل سلاسة وبمنتهى التمكن، وفي المشهد الاخير البوليس بيقول له عفت عبد الكريم انت مطلوب القبض عليك، قال له ليه؟ قال له يعني مش عارف ليه؟ قال له لا عارف. يا خسارة، كان على فكرة مشهد خطير. وفي الوقت اللي طلع فيه توفيق الدقن كان فيه فطاحل من الفنانين بيقدموا ادوار الشر زي زكا رستم ومحمود المليجي وفريد شوقي واستفان رستي، كانوا فطاحل بجد. وعلشان يحجز لنفسه مكان في وسطيهم كان بيقدم الشر الكوميدي، يعني كان يليق جدا في دور الشر ويتقنوا 10/10 دور الشرير او دور البلطجي، بس كان دايما بيطلع منه افهات كوميدية، فعرف يعمل لنفسه كاركتر خاص بيه. وفريد شوقي قال له انا هعمل معاك زي ما انور وجدي عمل معايا زمان، فانا هعمل الادوار الاولانية وانت تلعب ادوار الشر. فاداله فريد شوقي 3 ادوار كانوا سبب نقلة في حياة توفيق الدقن الفنية، وهو فيلم سلطان وبورسعيد والفتوة وثبتت اقدامه في السينما، وكان مطلوب جدا في هذه النوعية من الادوار، وشارك في عدد كبير من الافلام اللي تركت بصمة عند الجمهور زي البذا فندي في ابن حميدو، وبنت الحتة مع شكر سرحان واحمد رمزي في دور همبكة، واحبك يا حسن، وسر طاقية الاخفة، ومطلوب ارملة. وفي كل فيلم من دول لازم يكون له افيه شهير، الو يا امم، واحلى من الشرف مفيش، يا اه يا اه، وصلاة النبي احسن، والو يا انبكة، كلها افيهات لسه فاكرينها لحد تاريخ النهاردة. بس الغريب ان توفيق الدقن كان يتضايق جدا لما حد يقول له يا همبكة، ولو حد قالها له في الشارع كان ممكن يتخانق معاه ويضربه، وده كلام ابنه المستشار ماضي توفيق الدقن، وقال رغم ان الافيه ده كان سبب بنسبة 50% من نجوميته ولكن كان بيتضايق لو حد قالها له. المهم ان توفيق الدقن كان شعلة نشاط، اشتغل سينما كتير جدا ومسرح وتلفزيون واذاعة، ما كانش بيبطل شغل. عمل بالمسرح الحر بعد ما اتخرج من المعهد، بعد كده انتقل لفرقة اسماعيل ياسين قعد فيها 2 سنين، واخيرا اشتغل في المسرح القومي من 1958 اللي كان واحد من نجومه، واشتغل فيه لغاية ما توفى. وشارك توفيق الدقن في عدد كبير من المسلسلات، أحلام الفتى الطاير ومارد الجبل وغريب في المدينة وهارب من الأيام وألف ليلة وليلة ومحمد رسول الله، وآخر مسلسل له كان مسلسل بعد العاصفة مع يوسف شعبان وعفاف شعيب ومحمود الجندي. وفي المسرح عمل مسرحيات كتير جدا على مسرح اسماعيل ياسين في المسرح القومي أيضا، واشترك في مسرحية انتهى الدرس يا غبي والبلدوزر وغيرها من المسرحيات. ومن ضمن المفاجآت تخيلوا ان توفيق الدقن اتعرض عليه فيلم الرجل الثاني وكان هو اللي هيلعب دور عصمت كاظم، لكن احد بطلات الفيلم رفضت توفيق الدقن، معرفش بقى اذا كانت صباح ولا سامية جمال، وجابوا مكان رشدي اباظة. فحزن جدا توفيق الدقن بعد ما كان متحمس جدا للدور، وعلى فكرة كان ممكن يفرق معاه كتير في مشواره الفني، وممكن كان يؤهله انه يشيل بطولات. ولما عرف رشدي اباظة راح له البيت وطيب خطره وقال له اقسم بالله ما عرف ان الدور كان رايح لك، وعلى كل حال يا سيدي قاد عربون الفيلم اهو، وحب يدي توفيق الدقن العربون بتاع الفيلم. توفيق الدقن مرضيش، ومن ساعتها ربطت صداقة بينه وبين رشدي اباظة، وكان من اصدقائه المقربين جدا، يعني كان رشدي اباظة وفريد شوقي وعماد حمدي ومحمود المليجي وعبد المنعم ابراهيم كانوا هم الاصدقاء المقربين للفنان توفيق الدقن. وعمل توفيق الدقن في حياته اكتر من 400 فيلم، وهو قال بنفسه انا عملت اكتر من 400 فيلم منهم 300 انا غير راضي عنهم و100 بس هم اللي انا راضي عنهم. قالوا طب ازاي يا استاذ؟ قال له مش احسن ما اقعد على القهوة ولا اقعد في البيت؟ يعني في فنان مبدأه كده انه لازم يشتغل احسن ما يقعد في البيت، وفي فنان يقول لك لا انا ما اشتغلش اي دور وخلاص. عمل
أبرك من 10، يعني أعمل 50 فيلم منهم 40 فيلم ذو قيمة أحسن ما أعمل 200 فيلم ما تطلعش منهم 20. لكن توفيق الدقن مبدأه إن أي شغل يجيله هيعمله، لو أنا ما عملتوش بعشر قروش ممكن ياخد واحد تاني يعمله بثلاثة تعريفة. وكان دايما توفيق الدقن يقول مفيش حاجة اسمها دور كبير ودور صغير، في حاجة اسمها فنان كبير وفنان صغير. وقال أنا الميت فيلم اللي أنا راضي عنهم منهم 50 فيلم أنا أخدت عليهم جوائز. فهو كان بيعشق التمثيل لدرجة انه كان عنده فشل كلوي وما كانش بيقول انا تعبان علشان يشتغل، وكان بيمثل في مسلسل في اخر ايامه وجاله دبحة صدرية، وهو في البيت اتصل به مخرج مرضيش يقول له انا تعبان، قال له ماشي انا هشتغل بس انا رايح مشوار لغاية المطار، ما قالش انا تعبان. وكان ساعتها في ايامه الاخيرة. دي كانت نبذة عن حياة الفنان الكبير توفيق الدقن الفنية. بالنسبة لحياته الشخصية، هو اتجوز مرة واحدة من خارج الوسط الفني وهي السيدة نوال الرخاوي، وانجب منها ولدين وبنت، ماضي وهالة وفخر الدين. وتوفيق الدقن اتجوز بعد سن 40 تقريبا، لان ابوه لما توفى وصاها على امه واخواته، وكان له 9 اخوات وهو الكبير، فكان بيصرف على اخواته وجوز اخواته البنات، فعشان كده اتجوز متأخر. وعلى فكرة قدم مسرحية عيلة الدغري على المسرح القومي، وكانت شخصية سيد الدغري قريبة جدا من شخصية توفيق الدقن مع اخواته، وراهن عليه عبد الرحيم الزرقاني ان توفيق الدقن هيعمل دور سيد الدغري كبير العيلة المدروش، والجمهور طبعا شايفه في دور الشرير او دور البلطجي، هل هيصدقوا في الدور ده؟ فراهن عليه الزرقاني. وفعلا توفيق الدقن عمل دور الاخ الكبير العائل للأسرة ونجح جدا في الدور. والرواية دي اتعملت مسلسل في اوائل الثمانينات ليوسف شعبان وعماد حمدي، وكان يوسف شعبان هو اللي عامل دور سيد الدغري. وفي اخر ايامه اتدهورت جدا حالته الصحية، وكانوا بالصدفة ولاده جم من الخارج وكانوا معاه، فنقلوه المستشفى، وهو طبعا كان عنده فشل كلوي وأصيب بدبحة صدرية. بعدها انتقل المستشفى وقعد 17 يوم، وبتاريخ 27/11/1988 توفي الفنان الكبير توفيق الدقن عن عمر يناهز 65 عام. رحم الله الفنان الكبير توفيق الدقن. عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة. جورج إبراهيم.